مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بين الناس من اقصى شرق اليمن، من حيث قبله عشاق الجمال والطبيعه مديريه حوف، لتعرف اكثر ونكون اقرب الى الناس، لنتعرف على موروثهم الشعبي وثقافتهم وتراثهم، فكونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في ظلال القرآن الكريم ورحابه. نحط سؤالنا الديني في مديرية حوف، السؤال الذي يقول: ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بقراءتها؟ مرة أخرى، ما هي السورة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بقراءتها؟ نضع السؤال بين الناس لنبحث عن الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ مصطفى عبد علي أحمد البريه. حياك الله أخ مصطفى، من وين بالضبط؟ من تعز. من تعز وساكن في مديرية حوف. مديرية حوف. حياك الله. طيب، لو تحدثنا عن أجواء مديرية حوف مع شهر رمضان، بما أنك عايشتهم، كيف شفتها بشكل مختصر؟ والله بالنسبة لمديرية حوف، تعتبر مديرية حوف المنطقة الوحيدة الذي تحتضن كل الوافدين، سواء كانوا موظفين او سواء كانوا من الجهات الاخرى. كيف رمضان في حوف؟ ترى اجواء رمضانيه والله مختلفه وللغايه ورائعه، متميزه جدا، يعني جدا، خاصه مع الشباب ومع الناس الطيبين، والاجواء شبه ايمانيه، الناس متعاونه ومتفاهمه، والاجواء كلها مطمنه بخير. طيب اخينا الكريم، انت معانا في برنامج بين الناس، وعندنا سؤال ديني يقول: ما هي السوره التي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ اذا اجبت الاجابه الصحيحه بتحصل على جائزه بقيمه 25000 ريال يمني، مقدم من قناه المهريه. سوره والله ما اقل لك الا خير. حاول اذكر سوره يمكن تكون الاجابه صحيحه وتحصل على الجائزه. سوره الحمد لله الفاتحة. للأسف لم تتوفق بالإجابة، لذلك سنبحث عن الإجابة في مكان آخر عند شخص آخر أو عند الوالد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكبر. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ ومبارك عليك الشهر الكريم. وعليك إن شاء الله. حياك الله. إيش اسمك؟ فرج مبارك بهرب. فرج مبارك بهرب. حياك الله. عندنا سؤال بسيط جدا، إذا أجبت عليه فتحصل على جائزة بقيمة 25000 ريال يمني. السؤال يقول: ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ سورة عمران. ليس بسورة عمران، حاول مرة أخرى. يعني سورة، حاول الشباب سورة اللي عنده الإجابة ممكن يساعده. السورة التي حرم، سورة ثانية مرة كسر. ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ سورة النساء. الأخ علي قال سورة النساء، وللأسف الإجابة لم تتوفق فيها، لذلك نبحث عن الإجابة عند شخص آخر. شكرا على مشاركتك. السؤال يقول: ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ النساء؟ ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ حاول جيب لنا اسماء. صبر النور. قال سورة النور. ايش رايك من الاجابه، صحيحه ولا خاطئه؟ يستاهل جائزة؟ يستاهل الجائزة. الف مبروك، جائزة مبلغ 25000 ريال يمني، مقدم من قناة المهرية. الاجابة هي سورة النور، فالف مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عبد السلام عارف. عبد السلام عارف، من أبناء منطقة حوف أكيد. أيه. عبد السلام عارف، عندنا سؤال ديني، إذا أجبت عليه الإجابة الصحيحة بتحصل على جائزة بمبلغ 25000 ريال يمني، مقدم من قناة المهرية. السؤال يقول: ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ مدري هذا. عندك الإجابة؟ نوح. ايش من سورة؟ نوح. اسمك من؟ محمد سعيد. احمد محمد سعيد قال الاجابة هي سورة نوح، وللاسف الاجابة لم يتوفق فيها. نشكرك على مشاركتك. ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ حاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا حجة؟ خير. ايش تبيعي؟ والله ابيع سمبوسة واللحاح. ما شاء الله. وكيف الناس اللي يشترون منك؟ يشترون بكثرة ولا قليل؟ يعني قليل، ناس دروهم صعب شوية. أكيد. وحال الله أعلم، الحمد لله الله يبارك فينا حتى لو شوية. أكيد أكيد. أيوة، وما دام في شهر رمضان المبارك الحمد لله بركة إن شاء الله. أيوة، حتى لو شوية بركة الحمد لله، الله يبارك فينا كمان. طيب أنت معنا في برنامج اسمه بين الناس، بنسألك سؤال، إذا جبت الإجابة الصحيحة بتحصل على جائزة بقيمة 25,000 ريال يمني. لو ما عرفت الجواب؟ لا إن شاء الله تعرفي. أنت حاولي. طيب السؤال يقول، ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ أذكري اسم السورة. لا. حاولي. لا ما أعرف. حاولي. طيب حد من اللي الشباب هذا لا شيء ساعدها ولا شيء، نعطي الفرصة. ما أعرف. حد بيساعدها؟ ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ لا، أعطيش فرصة ثانية. حاول اذكر لنا اسماء السور. هو شيء مربوط بالضياء ولا؟ والله. طيب بالضياء والإنارة وال؟ والله أنا ما درست القرآن الكريم. سورة النور. يا سورة النور. سورة النور قالت، وتستاهل الجائزة على ما تبذله لأجل كسب لقمة الحلال. ألف ألف مبروك، سورة النور هي الإجابة الصحيحة. أعطونا الجائزة مبلغ 25,000 ريال مقدم من قناة المهرية. ألف ألف مبروك. يلا شكرا. حياك الله. السؤال يقول، ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ حاول. السورة؟ ما هي السورة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ سورة الحمد. نعطيك فرصة ثانية. سورة الإخلاص. السؤال يقول، ما هي السورة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بتعلمها؟ سورة النور. قلت لي اسمك الكريم من؟ أحمد الحوشبي. أحمد الحوشبي، قلت لنا الإجابة هي سورة النور. مشاهدينا الكرام، الإجابة سورة النور، الإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك، تستاهل الجائزة معنا. جائزة بقيمة 25,000 ريال يمني مقدمة من قناة المهرية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فقرة السؤال الشعبي، السؤال الذي يقول، تتعدد محافظة المهرة بالعديد من الرقصات الشعبية، ولكن مديرية سحوت لها رقصة شعبية خاصة بها، فما اسم هذه الرقصة؟ سنسأل الناس ونبحث عن الإجابة، فهيا بنا. السؤال يقول، ما هي الرقصة التي تشتهر بها مديرية سيحوت؟ رقصة شعبية. رقصة شعبية. حياك الله، الاسم الكريم؟ سعيد الشيخ سعيد مبارك محمد علي بالحاف. حياك الله الأخ سعيد، لو تحدثنا يا شباب شوية، نشوف هذا الحصن الجميل. هذا حصن حق الشيخ غالب بن ياسر، وهو أكبر من نقدم الحصون والمعالم الأثرية في منطقة جادة. وهذا نعم. المعالم وكل مديرية تتميز بشيء خاص. نعم. طيب سؤالنا اليوم سؤال شعبي في برنامج بين الناس، إذا جبت عليه بتحصل على جائزة بقيمة 30,000 ريال يمني. السؤال يقول، ما هي الرقصة الشعبية التي تتميز بها مديرية سيحوت؟ جبارة. صح. كبارة. متأكد. طيب قال الكبارة. الكبارة من الرقصات الشعبية المشهورة في المهر، لكن متأكد أنها في سيحوت. في سيحوت. آخر قراءة. آخر كلام. طيب يا شباب، يستحق الجائزة ولا ما يستحقها؟ يستحقها ولا ما يستحقها؟ ألف ألف مبروك، أعطوه الجائزة مبلغ 30,000 ريال يمني مقدم من قناة المهرية. ألف ألف مبروك. ألف.
مشاهدينا الكرام، في فقرة السؤال الثقافي سنسأل الناس عن واحد من أبرز المواني قديما. هذا الميناء يسمى بميناء خورسنجرة، أين يقع هذا الميناء؟ سنسأل الناس ونعرف الإجابة، فهيا بنا. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاسم الكريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احمد عيسى سالم بالحاف. حياك الله الاخ احمد بالحاف، من سكان مديرية حوف طبعا. هذه المنطقه. الله حياك الله. اخ احمد، معنا سؤال ثقافي في برنامج بين الناس المقدم على قناه المهريه، الجائزه حقه 25000 ريال اذا جبت الاجابه الصحيحه. السؤال يقول اين يقع خور سنجره؟ خور سنجره، خور سنجره، اين يقع خور سنجره؟ وقال الاجابه حصوين، والاجابه اخي للاسف لم تكن صحيحه، لذلك سنبحث عن الاجابه في مكان اخر. نشكرك على محاولتك. اين يقع خور سنجره؟ سنجره ضبوط. ضبوط هي احد المناطق التي تتبع مديريه الغيضه، وفيها خور معروف ولكن ليس بخور سنجري، لذلك الإجابة خاطئة، فنبحث عن الإجابة في مكان آخر. الاسم الكريم؟ علي عمر سعد باكريت. حياك الله علي باكريت، من أبناء مديرية حوف. إيش كلمتك اللي تشتي تقولها في شهر رمضان المبارك للمتابعين الكرام؟ أهنيهم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأقول كل عام وأنتم بخير، مبروك عليكم الشهر بإذن الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله منا ومنكم صالح الأعمال. طيب أنت الآن في برنامج بين الناس، ونحن كما ترى بين الناس. طيب عندنا سؤال بسيط جدا، إذا أجبت عليه فتحصل على جائزة بقيمة 25000 ريال يمني. السؤال يقول أين يقع خور سنجره؟ أين يقع خور سنجره؟ في اختيارات ولا؟ لا ماشي اختيارات لحد لا. خور إيش؟ خور سنجره أين يقع؟ في أنطاكيا؟ انتبعت بعيد، خلك في إطار المهرة. خور سنجره في سيحوت المسيرة. نعطي آخر فرصة، آخر فرصة، أين يقع خور سنجره؟ خور سنجره في دمقوت. سؤال يقول أين يقع خور سنجره؟ خور سنجره هو مكان معروف في محافظة المهرة. محافظة المهرة في سيحوت. قال في سيحوت، نعطيك فرصة ثانية. اختيارات، اعطيك فرصه ثانيه. في مسيله ولا في او قشن؟ في سحوت. في سحوت. حدد لك مكان واحد. اظن في سحوت. قال في سحوت او في مسيله. لم تتوفق في الاجابه، لذلك نشكرك على المشاركه اخي. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ زين. اول شيء نبارك لك في شهر رمضان المبارك. علينا وعليكم ان شاء الله البركه في الجميع ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ايش اسمك؟ اسمي محمد. انا ليه؟ محمد من؟ محمد فرج. ليش؟ حياك الله اخ محمد فرج، من ابناء مديريه حوف. ايوه ايوه. طيب في البدايه عندنا سؤال في برنامج بين الناس، إذا جبت الإجابة الصحيحة بتحصل على جائزة بمبلغ 25000 ريال يمني. السؤال يقول أين يقع خور سنجري؟ خور إيش؟ خور سنجري. خور سنجري إيش سنجري؟ هذا في المهرة، لا تبعد بعيد. لا تبعد بعيد، خور سنجري هذه سنجرة. سنجرة سنجرة إلا هنا سنجرة، وسنجرة واحد إلا في سقطرة، ماشي هنا سنجرة وهو إلا في سنجرة. لا لا بعين بعين بحي. سنجر سنجر خور سنجري. خور سنجري. خور سنجري كوتا. خور سنجري يلا بوبا ها ما دي منشطون. لا منشطون. لا 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 وين؟ لو في قش لا بحاير بحاير. لحظة خليك مركز معي هنا في الجبل هذا. تمام حياك الله. طيب خليك مركز معي. ايوه سؤال بسيط، ركز بتعرف الإجابة بنعطيك الجائزة. ما أريدها أنا جائزة. ايوه تكلم. نحن بنهديها لك هدية من برنامج بين الناس. أين يقع خور سنجري؟ هو ضمن إطار المهرة. خور سنجري. طيب ماشي. قال لك في قشن. ماشي في قشن. طيب إيش رأيك؟ أنا موجود. إيش رأيك ما هو في قشن؟ أنا مش موافق إنكم. خور سنجري. خور سنجري.
عمرك طيب. بقاسم ما هو بقاسم خور طيب. سنجري متاكد انه مش في قشن؟ لا لا متاكد انه مش في قشن؟ انا متاكد الا هنا هو في البلاد في قشن في قشن يلا في قشن في قشن خلاص اخر قرار اخر قرار في قشن طيب لحظه خليك معانا لحظة يا شباب لحظة قال ان الاجابة في قشن يستاهل جائزة ولا ما يستاهل؟ يستاهل والاجابة صحيحة الجائزة 25000 ريال مقدم من قناة المهرية مبروك حياك الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى أهلا وسهلا بكم وصلنا وإياكم إلى فقرة التحدي الإنساني في هذه الفقرة نهدف إلى رفع روح التكافل الاجتماعي بين المجتمع سنبحث عن شخص متطوع من مديرية حوف ليجمع مبلغا من المال ثم ستقوم القناة بمضاعفة ذلك المبلغ ونسلمه إلى أسرة فقيرة في مديرية حوف فهيا بنا مشاهدينا الكرام لم يطل البحث حتى وجدنا هذا المتطوع الذي وافق على التحدي الإنساني أولا مرحبا وسهلا بك الاسم الكريم محمود عبد الكريم سعد الله بالحاف حياك الله أخ محمود محمود أنت في برنامج بين الناس وعندك الآن فقرة التحدي الإنساني التي وافقت عليها الفقرة تقول أنت الآن ستذهب وتجمع مبلغ من المال من أي جهة كانت المبلغ اللي جمعته ستقوم القناة بمضاعفته مهما كان المبلغ اللي وصلت له القناة ستدفع مثله ثم يسلم إلى أسرة فقيرة أو إنسان محتاج يعني أيوة جميل وضحت الفكرة؟ وضحت نعطيك المايك وتبدأ بسم الله أيوة. يلا على بركة الله تفضل المايك في يدك أيوة. والساحة أمامك تفضل مشاهدينا الكرام الآن ينتهي التحدي أخ محمود كم المبلغ اللي قدرت تجمعه؟ جمعت 281,150 ما شاء الله يمني الله في هذا اليمني هذا اليمني أيوة وعشرة دولار وعشرة دولار أمريكي جميل جدا وهذا المبلغ القناة راح تضيف نفس المبلغ وعشان يسلم إلى الأسرة اللي عندها شخص مريض بالسرطان وهو مرقد في المستشفى الآن طيب يا شباب أعطونا المبلغ وهذا المبلغ المماثل له فيصبح الإجمالي قريب 600,000 ريال يمني راح نسلمها إلى الأسرة أو شخص ينوب عنهم لأنه من الآن في المستشفى مع الشخص المريض يلا بسم الله أنت الآن معنا في برنامج بين الناس الأخ محمود وافق أنه يكون متطوع معنا ليجمع مبلغ من المال ويكون هدية للأسرة التي وصلنا أخبارها أنه معهم حالة مرضية ومرقدة الآن في المستشفى وأنت بالنيابة عنهم ستستلم هذا المبلغ وتسلم لهم بإذن الله بإذن الله تعالى فضل جزاكم الله الخير وكثر الله من أمثالكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله بإذن إن شاء الله يسلم هذا للأسرة والمريض إن شاء الله عنده سرطان في الرئة مرقد في مستشفى ابن سينا يعالج بالجرعات الكيماوية طبعا هذا المبلغ هو نصف المبلغ اجتهد الأخ المتطوع معنا وقناة المهرية دفعت نفس المبلغ لتضاعف المبلغ الأساسي اللي جمع له حتى يكون هدية بسيطة مقدمة لهذه الأسرة
كثر الله خيره المتبرع وكثر الله خيرهم كل من في ميزان حسناتهم كل من تبرع، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. آمين. شكرا جزيلا. وادي صيق الواقع بمديرية حوف كان مقصدا للسفن من الهند وإفريقيا لنقل البضائع من وإلى مرفأ هذا الوادي المطل على منطقة دمقوت، وهي من أقدم القرى والمناطق التجارية في المهرة. الحركة التجارية أحدثت نهضة عمرانية وعلمية في هذه المنطقة، واشتهرت بالكثير من شيوخ العلم، كما بنيت فيها عدد من الحصول. الموقع الجغرافي والاستراتيجي في حركة التجارة العالمية القديمة جعلها مطمعاً للبرتغاليين الذين احتلوها، لكنهم جوبهوا بمقاومة شرسة من الأهالي. ورغم الأسلحة المتطورة التي كان يملكها البرتغاليون آنذاك وقتلهم للكثير من الأهالي، إلا أن أبناء هذه المنطقة طردوا البرتغاليين وأجبروهم على الانسحاب. توجد في نهاية الوادي أشجار اللبان، والتي كانت من أكثر السلع رواجاً وشغفاً، حيث كانت تنقل بالجمال إلى الخور، ومنها يتم تصديره عبر السفن التجارية شرقاً وغرباً. كما توجد في الوادي كهوف تسمى بالمهرية حكويت ثام هازول، ووجد على بعضها نقوش حميرية قديمة تعود إلى ما قبل الميلاد. وقد استخدم الإنسان المهري هذه الكهوف قديماً كحجر صحي، وكان آخرها حين انتشر الطاعون أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث تم عزل المصابين في هذه الكهوف وتقديم العلاج والطعام، وهو ما يعكس وعياً صحياً يجسد الرقي الحضاري للإنسان القديم في المهرة. ويبدو أن الطبيعة الخلابة والساحرة التي جمعت بين البحر والجبل في هذه المنطقة أسهمت بشكل إيجابي في علاج المرضى. مثل كل المهريين، ما زال السكان هنا يحرصون على الاحتفاظ بالعادات والتقاليد المتوارثة من الأجداد، ويؤدونها في كل مناسباتهم. وما زال وادي صيق يحتفظ بالكثير من الأسرار والحكايات الجميلة التي تجسد عظمة الإنسان المهري، والتنقل بينها يزيد من الشغف والدهشة أمام هذه اللوحة التاريخية والجمالية الآسرة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة دردشة بين الناس. اليوم في مديرية حوف راح ندردش مع الوالد محسن مستهيل. أهلا وسهلا بك في برنامج بين الناس. حياك الله، أحييكم، أحييكم أولا بتحية الإسلام، وأحيي مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. اللهم عيد علينا وعليكم عوام بعد عوام وسنين بعد سنين، سالمين غانمين أجمعين، وعيد الأمن والسلام إلى منطقتنا وإلى يمننا الحبيب. آمين يا رب العالمين. وآمين يا رب العالمين. هذا الاسم الكريم في البداية محسن علي مستهيل باكرين. محسن علي، أنا مستهيل باكري. حياك الله. الله يحييك وطول عمرك. نتشرف أن تكون ضيفا معنا في برنامج بين الناس، والسادة المتابعين بالتأكيد يتساءلون عن ما هي عادات أبناء حوف في شهر رمضان قديما. هو كانت العادات قديما تختلف عن العادات الحديثة. كان العادات القديمة ناس يفطرون فوق المساجد في رمضان، يجيبوا البيوت المجاورة، يجيبوا الأفطار فوق رمضان في فوق المساجد، وناس يجيون من المناطق البعيدة، والإنسان الغريب وإنسان ضيف يفطر فوق المسجد، وعابرين السبيل يفطر فوق المسجد، ثم بعد ذلك يأخذونهم ضيوف إلى بيوتهم يفطرون في بيوتهم. هذا كان، وإلى الحين لا زالت هذه العادة مستمرة فوق المساجد. أي إنسان عابر سبيل، أي إنسان جاي يحصل أفطار فوق المساجد. الحمد لله هذه موجودة عندنا. أيضا عادات التزاور في رمضان وزيارة الجيران وزيارة الأقارب والتراحم والتواصل، وأيضا مساعدة الناس المساكين اللي محتاجين اللي ما عندهم شيء، ينظروا إليهم في خلال شهر رمضان، اللي عندهم صدقات اللي عندهم يعطوا لهم. فيعني شهر رمضان نسميه شهر الخير، نسميه أبو البرايك. أنا نسميه أبو البرايك لأن الناس ينزلوا تكثر البركة ويكثر فيه الخير. أكيد. والناس أهل الخير من كل مكان، وأخوان العمانيين ما يقصروا، جزاهم الله خير.
في سنوات هذه يساعدوننا وما يقصروا معنا. هذا خلال شهر رمضان هذا عندنا هذه عادات حقيقة. ما شاء الله، وهذا إن دل فإنما يدل على الكرم والجود. نعم الكرم والجود والأصالة التي تتمتع بها هذه المدينة. نعم. كبقية مديريات مرام محافظة المعارض. أكيد أكيد. نعم. وهذه من الأشياء المشتركة. من الأصالة العربية والجودة العربية والكرم العربي. نعم، وما زالوا محتفظين بها إلى هذه اللحظة. ما زالوا محتفظين بها إلى هذه اللحظة. نعم. وهذه العادات المشتركة بين أبناء المهرة غاضبة في كل المديريات. طيب لو سألناك عن ايش العادات مثلا الدينيه المتميزه في مديريه حوف، مثلا اللي يقيمونها في المساجد في شهر رمضان المبارك؟ العاده يقيمون صلاه التراويح في المساجد في بدايه رمضان، تكون صلاه التراويح، ثم بعد ذلك في اخر رمضان يصلوا صلاه القيام، صلاه التراويح بعد صلاه القيام، هذا اللي يعملوه في المساجد. هذه العادات الموجوده في كل مكان. طيب ما في جلسات اذكار دينيه يعني معروفه قديمه أو شيء في مديرية حوف؟ لا لا، كان هذه بس هذه صلاة التراويح والصلوات قيام الليل وختمة رمضان في كل 27 من الشهر في المساجد الكبيرة يقوموا صلاة ختمة رمضان، هذا اللي عندنا بس هذا الأسبوع، أما حاجات ثانية ما كان شيء موجود. طيب نقطة أخرى اللي حدثتنا عنها أول بشكل مبسط وهي الكرم الضيافة، قلت أنه بعد أن يتم الإفطار في المساجد يتم دعوة الناس. نعم. إلى البيوت، هل الدعوة مفتوحة لكل طبعاً شخص؟ طبعاً أي إنسان، كيف يعني بالضبط؟ أي إنسان في المنطقة يجي يطق البيت ويفتح له ويكرموه ويطيبوا عنده بغض النظر من يكون، يعني يكون المواد موجودة داخل البيوت ويكرمون ويأكلون وبعد ما يأكل يصرح. طيب قبل أن نختم نود أن نعرف منك، هل توجد أكلات شعبية مميزة لأبناء مديرية حوف في شهر رمضان المبارك؟ والله أكلات المعروف هي كالشوربة والمحلبية وهذه والخبز ويسمون نحن أيضا يعني أكلات متنوعة ينوع في شهر رمضان. طيب تقول زيادة يعني. لو حدثنا عن الشوربة، في واحدة اللي مشهورة في المعرة شربيدة ديخن أو شربيدة عيش. نعم عندنا شربيدة عيش، شربيدة حريوت، عمو شربيدة حريوت أول كان شربيدة حريوت، عمو شربيدة حريوت وخبزات مطبلة الحين ما اجى شربت الحريوه شربة هذه المصوره ما تطور تطور الناس، فاصبح الناس ما عندهم كما اول جاهدين، والناس اول كانوا ياكلوا من الارض هنا من زراعه الارض. أكيد. الحين اصبح كل شيء مستورد من برا. مع ذلك ما زلتم محافظين على جمال المنطقه وجمال اناس هالقدامى والى غايه اللحظه. والان مشاهدينا الكرام ومع هطول الامطار في هذه اللحظات المباركه نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، فقرة الدردشة مع الأخ محسن مستهيل، لذلك نشكرك على مشاركتك معنا، كذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الفقرة، فلا تذهبوا بعيدا قبل الختام. مشاهدينا الكرام في ختام حلقتنا من برنامج بين الناس من مديرية حوف، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أخرى في منطقة أخرى أيضا، في أمان الله.